كنفو لاعب جديد رئيس جمعية ديال الثقافة والرياضة العامة الاجتماعية. اليوم دورنا كجمعية المجتمع المدني جينا من أقطاب يعني من جميع المناطق من المغرب باش نجسدوا تاريخ البلاد يعني المسيرة الخضراء. والله ينصر سيدنا يعني المسيرة الخضراء اللي كانت في 1975 الحمد لله كما كنشوفوا كاين حشد كبير. كنشكروا رئيس مقاطعة مولاي رشيد جنود خفاء الأمن اللي كان بدوره حاضر يعني وجمعية المجتمع المدني كانت مجسدة لمدة يعني من خلال التنشيط والتنسيق من خلال حضور أطفال وساكنة مقاطعة مولاي رشيد اللي لبت وأبت أن تكون حاضرة بدورها لهذا الحشد اللي كنشوفوه. وأبينا جميع جمعيات ما أزيد من 60 جمعية اللي حاضرة اليوم باش تجسد روح المواطنة روح المصداقية روح حب الصحراء. وكنقولوا عاش الملك ملكنا ملك طيب الصحراء الصحراء المغربية والنبيك والله يسر سيدنا. رفيع قهار رئيسة جمعية الصداقة المغربية للمعاقين فرع مولاي رشيد. احنا محتفلين بهذا العيد اللي هو عيد المسيرة الخضراء اللي كيجدد النشاط ديالنا كل سنة. والحمد لله ان عندنا هذا العيد هذا اللي هو تراحمي مع اخواننا في الصحراء المغربية وكنجد ولاءنا واخلاصنا للسدة العالية بالله تحت شعار الله الوطن الملك. نحيي هذا المسيرة الخضراء باش نشوفوا الاطفال ديالنا ونشوفوا اولادنا وولاد اولادنا وتبقى الحياة كل عام كل عام نحتفلوا بها. وعيش الملك كل عام وحنا بخير وعلى خير ويموت العدو ويموت العدو. الحمد لله ساعة الحمد لله الله يكمل بخير والصحراء ديما مغربية والله يشافي لنا ملكنا والله يخلي لنا وباتنا وبات ولادنا والحمد لله والله ملك الحمد وبلادنا زينة والله يخلي لنا وليداتنا وبات ولادنا جميعا كلنا كنحبوه والحمد لله الله يشافي لنا. حنا مدينين من جيتو معلمين من جيتو والحمد لله الله لا خطاه لينا الله يخط لكم كلكم. كريمة الكامل عضو في جمعية النجاح للإدماج جينا باش نحتفلوا بالمسيرة الخضراء ذكرى ديال المسيرة الخضراء احنا والوليدات ديالنا وجميع الأعضاء اللي كاينين هنايا ويعني كنبقاو كنكنوا كل الحب والاحترام للملك ديالنا الملك محمد السادس الله ينصرو الله يشافيه لينا والله يخليه دائما في القمة ديالنا. وشكرا لكم تانتوما كصحافة أنكم جيتوا باش تخليونا أننا نعبروا على هذه الفرحة اللي عندنا من جهة الملك ديالنا. وعاش الملك عاش الملك عاش الملك ودائما الله يخليه دائما في القمة والله يخليه دائما من فوق الفوق. شكرا لك وعاش الملك عاش الملك عاش الملك. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.